جديد ديالي ان شاء الله غادي يكون مورا رمضان، غيكون فيتشرينغ مع واحد المغني. باقا شويه كان سانتريتي في لي شونس فلا شونسون بلوتو، ويكون خير. انا صراحه هاد الشهر هذا جاني عادي، يعني ما جانيش بحال العام اللي فات، حيتاش ديك السيمانه اللي فاتت صمت سبورسا جاني عادي. سو هادشي اللي كاين. دابا كندوز رمضان مع لي بارون، وداز رمضان زوين الحمد لله مع لا فامي. عصرت الليمون لا عصرت الليمون لا 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 شويه شويه، ولكن دغيا كنعيا. لا انا كاع ما كنتفرجش التلفازه، ما كنتفرجش بزاف ديال المسلسلات في رمضان. المهم مورا الفطور وفي النهار ما كنخرجش صراحه، اون فيغيتي ما كنخرجش بزاف. الا مشيت نتسخر بيت في بيان سور ما كنديرش الميك اب، جليليبه وداك الشيء زويون فوالا. كان ديجا طرح علينا واحد الفيلم مع فركوس، تحيه ليه الفنان الكبير. الوغ غادي يكون جو سي با، يمكن الصيف ان شاء الله، مي اون سي جامي. اللي فيها خير هي اللي غادي تكون. انا اون فيغيتي بعيد على المشاكل، ما كنبغيش، ما عندي علاش اصلا ندابز، ما عندنا حتى شي واحد زعما منافس اللي غندابزو معاه ولا شي واحد. ستينا بعدا بعيد على كاع، يعني حنا اللي عندنا داك ستيل في المغرب، يعني ما كاينش مع من ندابزو ولا غنتقاتلو، وداك الشيء كيديروه غير نامبورت كي، فهمتي. شوفي الحمد لله انتقادات سواء كانت زوينه ولا خايبه كنتقبلوهم الحمد لله. بالجمهور حنا كاينين، وبالجمهور راه حنايا ولينا في هذا في المستوى الحمد لله، سواء خارج في المغرب ولا في داخل المغرب. فوالا هادشي اللي كاين. رمضان مبارك سعيد، عواشر مبروكه، والله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه انتم والعائله ديالكم. بيزو سو مدينه.